الإبل جاء ذكرها في القرآن، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لما لم يذكر الفيل؟ لأن الفيل لا يؤكل لحمه، ولأنهم لا يعرفونه تمام المعرفة. فذكرت الإبل لأنها من أعظم المخلوقات خلقة، ويقودها أصغر البشر فينيخها ويسوقها ويقودها بيسر وسهولة، ثم هي صابرة عن الطعام وعن الماء، وهي الوحيدة من البهائم التي ترعى كل ما يكون في الصحراء دون غيرها من البهائم. ولأن المنفعة بها أتم، لأنها توفرت فيها أربعة أشياء: ركوبة، أكولة، حمولة، حلوبة، تحلب وتحمل وتركب وتؤكل. ولذا هي الوحيدة من ذوات الأربع، من الدواب ذوات الأربع، هي الوحيدة التي لا يتم حمل عليها وهي قائمة، بمعنى أنه ليس هناك من دواب الأرض يحمل عليها شيء وهو قائم سوى الإبل. ولذلك كان شريح يقول: اذهبوا بنا إلى الصحراء حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت.